ولكن خلينا برضو نسمع تعليق من الدكتور شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم إنبي وعضو مجلس الإدارة، ونشوف إيه اللي حصل في موضوع إيبوكا ومصطفى شلبي. يا دكتور شريف منورنا في الريمونتادا. اهلا وسهلا كابتن بركات، شرف ليا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور شريف، واحنا كنا مع بعض في المدرسه. ايوه يا فندم، يشرفني كان في ابتدائي فعلا يا فندم. وده كان شرف كبير، وانت من يومك حريف ولعيب، وكنت بتعقدنا برضو في ابتدائي على فكره. طب كنا مع بعض في المدرسه، طلعت انا كابتن وانت طلعت دكتوره يا زيد. نجم مصر يا كابتن، نجم مصر. حبيبي حبيبي يا دكتور شريف، قول لنا بقى ايه الموضوع. كلام طبعا كتير قوي على ايبوكا ومصطفى شلبي، وان يعني طبعا يعني الكلام قرب، وان انبي ابتدى يعني قال لك جون ايبوكا بمليون ونص ومصطفى شلبي بمليون ونص دولار. ف هل الكلام دوت كلام نهائي واسعار نهائيه، ولا ممكن يبقى فيها اخد ورد؟ وايه اللي ممكن في حاله بيعهم؟ هل انبي جاهز بالبديل، خصوصا ان هم اهم اتنين في الفرقه؟ هل ممكن يخش فيها صفقات تبادليه؟ بص سالتك اسئله بقى كتير، وهسيبك انت بقى ترد على الكلام ده كله. مع حضرتك طبعا انا هبتدي من الاخر، ان مش هينفع اي لعيب يسيب الفرقه الا لو كان في بديل، وبديل جيد تمام قريب من مستواه، عشان نقدر ان احنا يعني زي ما انت شايف حتى نتائجنا السنه دي مش احسن نتائج، فاحنا بنبني بشكل جيد عشان السنه الجايه نرجع تاني ام بي اللي كل الناس عارفاها، اللي موجوده بشكل جيد، اللي على الاقل ما تخرجش بره مربع الذهب يعني. فتواجد البديل شرط اساسي لخروج اي لعيب. نيجي للاعيبين اللي حضرتك اتكلمت عليهم، ما فيش شك ان جون ايبوكا احد افضل المهاجمين في الدوري المصري، ده اكيد، ولعيب اثبت نفسه بشكل كبير وكميته ماشيه معانا يعني بالبلدي، وحضرتك طبعا استاذنا، كميته ماشيه مع انت بشكل كبير. كلام في مصر كتير جدا، خليني اكلمك بمنتهى الصراحه، حاجه رسمي لا مفيش خالص. كلام كتير بنسمعه، اهلي زمالك، زمالك اكتر باي ذا واي، يعني لحد دلوقتي مفيش اي حاجه رسمي من اهلي وزمالك خالص، ولا لايبوكا ولا لشلبي خالص. احنا عندنا لجنه كوره ولجنه تسويق، ما جالناش ولا بره مصر يا شريف بيه، ولا بره مصر يا فندم. بره مصر كان، خليني برضه اكون واضح معاك، كان الهلال السوداني في فتره من الفترات، نادي الهلال السوداني نادي محترم كان اتكلم عليه، ولكن برضه الكلام لم يرتقي للارقام اللي احنا قيمه اللاعب او قيمه النادي يعني. اللي هي كام بقى؟ لا كانوا ساعتها عارضين مبلغ صغير قوي. اللي هي كام؟ كان رئيس النادي عندنا طلع حتى وقال حته مليون ونص ديت، مليون ونص دولار، ولكن طبعا رئيس النادي كلامه محدد وكلامه واضح، ولكن طبعا الكلام اكيد في اخد وعطاء يا فندم. يعني ممكن يبقى طبعا اقل من الثمن، لان طبعا الكلام اللي بيتقال مليون ومليون ونص، فطبعا بما ان فيها اخد ورد يبقى ممكن يبقى فيها. واعتقد دكتور شريف كمان يعني ممكن نادي انبي كمان يستفاد، يعني برضو انبي في الصفقات ديت لو عرف ان هو طبعا يسوق، وهو اكيد هيعرف يسوقهم لان هم لعيبه كويسه جدا وهيجي عروض كتير جدا. انا مستغرب ان ازاي رسمي لسه ما جاش اي حاجه رسمي لانبي، ولكن ممكن يستفاد انبي من بعض الصفقات التبادليه في المواقع اللي هو يعني طبعاً محتاجها. طبعا يا كابتن ده صحيح، وده كمان شرط زي ما قلت لسيادتك، مش هيطلع حد ملوش بديل. مش هيطلع حد ملوش بديل. الصفقات التبادليه يعني خيار متاح جدا بالنسبه لنا. خروج اللاعبين، احنا نادي انت لو خدت بالك ما بنضايقش اللاعبين لما تحب تخرج. يعني احنا عاده ما بنقولش حاجه اذا توافر البديل وتوافر المقابل المادي اللي برده مش عالي قوي على فكره، اللي هو الطبيعي في السوق. احنا عندنا لجنه تسويق محترمه جدا، لجنه كوره بخاطر رئيس النادي استاذ ايمن الشريعي، الحقيقه علاقته جيده جدا بكل الانديه، علاقتنا كمان يعني الحقيقه متطوره جدا مع كل الانديه في مصر. فالكلام باذن الله يكون متوازن عقلاني، ما فيهوش حاجات اوفر يعني، ولا برضو حاجه تقلل او تفخس حق النادي. طيب انا عايز اقول لحضرتك يعني انا عايز اسال لحضرتك برضو دكتور شريف حاجه، ويعني ارجو ان يعني صدرك يبقى رحب يعني للسؤال دوت. يعني أنا حتى هنا كتير اتكلمت إن دلوقتي الفكر في نادي إنبي اتغير، يعني أنت فاكر كان نادي إنبي من كذا سنة كان بيلعب وكان بيدعم وكان بيصرف فلوس كتير قوي على أساس إن هو بيفكر في بطولات والكلام ده كله، وقدر حتى إن هو يتحصل. هل بعد التجربة الأخيرة والموقف بتاع الفريق لسه في آخر مباراتين، وإن الصرف ما بقاش موجود والدعم زي الأول، ودلوقتي قدامنا فرقه زي كانت مصر المقاصه برضو كانت بتصرف وكانت بتعمل وكان عندها نجوم وباعت 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 ودلوقتي هبطت، هل الكلام ده ممكن يقلق مجلس اداره انبي الفتره اللي جايه؟
طيب سؤال طبعا ذكي جدا معتاد من حضرتك يعني. طب طبعا احنا عندنا شركه كبيره بتصرف، شركه ام بي بقياده المهندس محمد العيش. الشركه الحقيقه ما بيتاخرش عن دعم الفريق. اكيد انت شفت دلوقتي الاسعار عامله ازاي وميزانيات اللعيبه عامله ازاي، ميزانيه الانديه عامله ازاي. طبعا انت شايف صرف جامد جدا لم نعهده اصلا في الدوري المصري من قبل. اكيد ده بيدخلنا في تحديات. انا عندي يا كابتن بركات كنز اسمه قطاع الناشئين في نادي كنز. يعني عايز اقول لك ان احنا لسه كنا مسفرين فريق 2008، ده شباب صغير 14 سنه. اسبانيا بيلعب ديبورتيفو لا كورونيا، بيلعب فرق اوساسونا الحقيقه وبيكسبها. احنا مهتمين جدا قصاد الغلو العالي جدا في الميزانيات على قطاع الناشئين. حاليا في 16 لعيب موجود في لائحه او في قائمه الفريق الاولاني عندنا دلوقتي. فانا بعمل ايه؟ طبعا تجربه مصر المقاصه في اذهاننا جميعا 100%. فريق كبير، فريق متطور، كان بيطلع الرابع طلع الثاني فتره من الفترات، من كام سنه كان الثاني. فاكيد احنا بنشوف اللي ناقصنا ايه وبندعم من قطاع الناشئين رقم واحد. خليني اكون برضو صريح مع حضرتك، بيع اللعيبه المميزه اكيد بيدخل لي برضو دخل في ظل ارقام غريبه جدا ما نسمعها دلوقتي طبعا في ميزانيات الكوره، فده بيساعدني كويس. قطاع الناشئين عندي كابتن محمد اسماعيل المشرف على القطاع، او يعني الحقيقه حاجه مميزه جدا مع كابتن امام محمدين، مش عايزين ننسى كابتن امام محمدين اللي انشا القطاع الحقيقه، ومعاه كابتن محمد اسماعيل دلوقتي بيكمل دوره. اهتمام كامل عندنا بالقطاع، ده بالنسبه لي احتياطي استراتيجي بيغني عني شويه موضوع غلو اسعار اللعيبه. بالاضافه زي ما قلت لسيادتك، ما هو فكره مصر المقاصه خليتني اقول لك ايه دلوقتي، مش هطلع لعيب ملوش بديل. تمام. ده لان لمركزنا دلوقتي عجبنا ولا ملائم لينا على الاطلاق، على الاطلاق اكيد، ولا دي رؤيتنا كمجلس موجود. لا، انبي مكانه ما بقاش كده خالص. فانا بقول لحضرتك باذن الله تعالى من السنه الجايه باذن الله هتلاقينا في مكاننا الطبيعي، لان في دلوقتي لجنه كوره محترمه جدا انشاها كابتن ايمن الشريعه، فيها خبره، فيها بس اثنين من اعضاء مجلس الاداره يمكن انا وكابتن ايمن، وخبره كوره في نادي انبي، وما اكثرهم، حضرتك عارف كده، ما اكثرهم.